بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد جهيدي، رئيس قسم أشغال واستغلال شبكتي الماء والتطهير السائل بمدينة القنيطرة. المشروع الذي نحن بصدد إنجازه هو أشغال الشطر الأول من قناة المجمع بي الذي يصرف مياه الشتوية والعادمة لمنطقة السكنية. إذن هذا المشروع فهو منبثق عن تحيين المخطط المديري لتطهير السائل بمدينة القنيطرة، ويأتي لتعزيز البنية التحتية بمنطقة السكنية، وسيساهم في حل حالات جميع المشاكل الهيكلية التي تعرفها شبكة تطهير السائل بأحياء منطقة السكنية. إذن انطلقت الأشغال هذا الشطر الأول من المجمع بي في فبراير 2020 من خلال الصفقة، تبدو لمدة 12 شهر. إذن ستنتهي الأشغال إن شاء الله في شهر فبراير، نهاية فبراير 2021. ويتكون هذا المشروع من قناة على شكل نفق تحت أرضي على عمق 8 أمتار، وتمتد على طول كيلومتر واحد، حيث ستساهم في تصريف مياه العادمة والمياه المطرية في اتجاه محطة معالجة المياه العادمة. إذن في يوم 28 دجنبر 2020 انفجرت قناة للمياه الصالح للشرب تمر فوق النفق بحوالي 6 أمتار، ونظرا لطبيعة التربة في هذه المنطقة اللي هي تربة رملية، ونظرا للضغط الكبير الذي يعني الضغط الكبير بقناة الماء الصالح للشرب، فقد تسببت في إحداث انجراف للتربة وتدفقها إلى النفق تحت الأرضي، مما تسبب في انهيار جزئي للطريق. الحمد لله بأن هذا الانجراف لم يسبب لا خسائر مادية ولا بشرية نظرا لوسائل الحماية المستعملة في النفق. إذن اللهم بعد الخسائر الطفيفة التي عرفتها الطريق والتي سيتم إصلاحها في الحين. إذن بالمناسبة نقدم اعتذارنا لسكان مدينة القنيطرة عن الإزعاج الناتج عن الأشغال، والتي تتطلب منهم مزيدا من الصبر لإتمامها، وفي المقابل فإنها ستعزز البنية التحتية بمدينة القنيطرة. وشكرا على تفهمكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.